هاي لو تشبحته علم علمين امين. شلومو وحوبو، تحية سلام ومحبة أقدمها لكم أعزائي المشاهدين الكرام في بداية الحلقة 32 من برنامجنا أبرشية الموصل السريانية في القرن العشرين. بالبداية أكرر إعلاني عن المسابقة أو المشاركة في كتابة الشعر والترتيلة الروحية والنشيد. فإلى جميع الكتاب في كنائسنا أرجو أن تشاركونا في كتابة 4-5 بيات شعر باللغة السريانية واللغة العربية عن أبرشية الموصل السريانية، وراح نعملهم تراتيل روحية وأناشيد حبرية. أنا أشكر نيافة الحبر الجليل مطران جورج صليبة، مطران جبل لبنان، اللي شارك في هذه الكتابة للشعر، وأشكر بعض الإخوة والأخوات اللي أوردي كتبوا لي، لكن أريد أكثر، أريد من جميع من يقدر أن يشاركنا في الكتابة. خذوا المعلومات من برنامجنا هذا. بعض المؤمنين سألوني: يا أبونا شلون نقدر نشوف بقية الحلقات؟ نحن ما شفنا الحلقات كلها، أنت وصلت حلقة 32. فللي ما شافوها ويريدون يشوفوها، أنا خليتوها كلها على اليوتيوب. تروح على اليوتيوب وبالعربي تكتب أبرشية الموصل السريانية، وإذا تريد تكتب بالإنجليزي اكتب اسمي فاذر جورج البنا. وإذا ما تقدر تصل اليوتيوب تقدر تدخل على الفيسبوك، تكون صديق لي، وتقدر على الفيسبوك تشوف كل الحلقات موجودة عندي على الصفحة الخاصة بي. بهذه الحلقة 32 راح نحكي عن موضوع مهم جدا في أبرشية الموصل السريانية، لا بل مهم جدا في جميع الأبرشيات، وهو الكرازة والتبشير والوعظ في أبرشية الموصل السريانية. موضوع عظيم جدا، لأن صلب الأبرشيات والديانة المسيحية هي الكرازة والتبشير. أحبائي، ليش الكرازة والتبشير مهم؟ لأن ديانتنا مبنية على التبشير والكرازة والوعظ. يسوع المسيح فادينا، له المجد، كان أكبر كارز وواعظ، هو الأساس. وأيضا يسوع أمرنا بالتبشير، لأنه قبل ما يصعد إلى السماء، أكيد تقرون الأناجيل وتعرفون أشغال: اذهبوا وبشروا جميع الأمم وعمذوهم. فكانت يسوع هذه أنه الكنيسة لازم تبشر كل العالم بما جلبه لنا يسوع المسيح. أيضا يسوع قال: ينبغي أن يكرز ببشارة الملكوت في كل أنحاء المعمورة. لهذا فالكنيسة اللي بناها يسوع كنيسة تبشيرية بطبعها. ويسوع المسيح فادينا ومخلصنا، كان يكرز في أي مكان، ما بس بالكنيسة بالهيكل. فأول ما بدأ يكرز وين راح؟ على الجبل. يقول إصحاح 5 بإنجيل متى: فصعد
على الجبل وتبعته جموع كثيرة، أكيد شافوا صخرة شيء قعد عليها بمكان مرتفع وبدأ يكرز بين الناس. أيضا يسوع كان يزور البيوت، فزار بيت مريم ومرتا. من مرتا جت قالت له يا رب خلي أختي، قل لأختي خلي تجي تعاوني بالشغل. قال له مرتا 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 أختك اختارت النصيب الأصلح، تعالي اسمعي بشارة الملكوت. فكان يزور البيوت. أيضا يسوع زار بيت زكا وبشر. ولا تنسون قصة المخلع من جودي، يخلون يسوع يشافينه. كان يسوع فد واحد من البيوت والازدحام فثقبوا السقف، معناها يسوع كان يبشر بالبيوت. ويسوع كان يبشر بالشوارع أيضا، بأريحة الأعمي. يسوع دي يمشي بالشارع، الأعمي سمع أنه دي مر من هون يسوع، بدأ يصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني. وهكذا نازفة الدم قالت بس أمسك الروب مالته الجبة بس أنوشة راح أشفى. فيسوع إذن كان يمشي بالشوارع أيضا ومعانه التلاميذ. وطبعا أيضا كان يدخل المعبد اليهودي ويبشر. لكن أريد أقل لكم للمقاربة، يسوع من كان يبشر كوي ما حد كان يقول له توب شلوم رعيو شاريره، ولا أحد كان يشيله على كرسي، ولا صلوثه عامان، ولا هيا نشدوا إخواننا. يسوع كان ببساطة ينتشر بين الناس ويبشر. من وبشر بعد يسوع؟ الرسل القديسين تلاميذ يسوع انتشروا بقاع العالم. بولس يركب له باص عربانة، باص ما كان كلها عربانة، شيء خيل، ويروح دمشق ويروح الأنطاكية، ويركب سفينة كانت موجودة يروح بها إلى قبرص وإلى اليونان ويبشر بين الناس. بعد الرسل جانا مبشرين عظماء مثل إغناطيوس الأنطاكي، كان مبشر عظيم بحيث وصل صيته إلى إمبراطور روما. من هذا إغناطيوس الأنطاكي؟ ثالث بطاركة أنطاكية. فقام الإمبراطور بعث عليه ورمانه للأسود. ليش؟ كان مبشر عظيم. موضوعنا نحن هون اليوم نريد نحكي على المبشرين بالقرن العشرين في أبرشية الموصل السريانية. طبعا موضوعنا محصور في أبرشيتنا بالموصل، لهذا ما نقدر نتشعب. طبعا أكو مبشرين عظماء في العالم في كل أبرشياتنا السريانية، لكن راح نختصر الحديث على أبرشية الموصل السريانية. ظهر عظماء كثيرين ومبشرين وكارزين بالبشارة والوعظ. والواعظ هذا أريد أقل لكم عنه، أو الكارز، ما هو إلا وكيل عن ما أوكله الرب يسوع من تعاليم في الكتاب المقدس. يعني كل واعظ ما من جيبه يجيب الحكي، كل كارز ما من عنده يحكي. أول شيء الروح القدس يساعده لنشر ما موجود في الكتاب المقدس من بشارة الخلاص اللي جابه فادينا يسوع المسيح من الله من السماء حتى نبشر بها بين العالم. خلي نبلش بذكر أسماء البطاركة. طبعا البطاركة هم رؤساء كل الأبرشيات، فمن نقول أبرشية الموصل السريانية نحن نفتخر بالبطاركة اللي جوا بالقرن العشرين، وأيضا نعتز ونفتخر بالبطاركة اللي ظهروا من هذه الأبرشية. ونبدي
بالبطريرك الراحل المثلث الرحمة أفرام الأول برصوم ويعقوب الثالث وزكى عواص كبطاركة، كانوا كارزين واعظين مبشرين من الطراز الأول. نذكر أيضا من الكارزين المطران بهنام سمرتشي وتوما قصير، نذكر بولس بهنام وصليبة شمعون وجميع الكهنة في الأبرشية، هم كارزين وواعظين. راح أشوفكم صور البطاركة، واليوم عندي مفاجأة لكم، راح أسمعكم كرازة لثلاث بطاركة. اليوم راح أسمعكم أفرام الأول برصوم يكرز بين الناس، يقدم موعظة سنة 1953. راح أدير شوية الكاميرا حتى تشوفون الصور. هذه صورة البطريرك هذه صورة البطريرك الياس الثالث الكارز الكبير، واللي على قبره يصير أعاجيب اليوم. والصورة الأخرى هي للبطريرك أفرام برصوم، وهسه راح أسمعكم كرازة لهذا البطريرك العظيم. جل جلال الله وتعظمت عظمة الله وتأمل مجد الله في شعبه وفي بيئته. دخلت هذه هذا البيت العظيم والهيكل الفخم لله مساء أمس ليتفقده، ووقفت أول ما دخلته رافعا شاخصا إلى السماء مبتهلا إلى الله متعجبا مبتهلا من نعمة تجلت على الشعب المؤمن، تجلت على رأي الرشيد ووجه الكهنة والمؤمنين والمؤمنات في مدينة القامشلي، وأعطتهم عونا فبنوا وشيدوا لله بيتا فخما بيتا جليلا. كان هذا أحبائي صوت المثلث الرحمة البطريرك أفرام الأول برصوم عام 53 في سوريا في القامشلي. وهذه أيضا صورة المثلث الرحمة البطريرك يعقوب الثالث، وراح أعرض أيضا خطاب كلمة لهذا البطريرك العظيم. الفداء العجيب
اجتمعوا في هذا السبيل لم يكن ما يقصدوا من الفضة أو الذهب، بل كان دما كريما، دمه الكريم بالذات، ذلك الدم الثمين الذي قال عنه تعالى لتلاميذه ليلة آلامه إنه يغرق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. وأيضا أحبائي نسمع الطيارك زكا عواص. كان هذا أيضا صوت قداسة المثلث الرحمة إغناطيوس زكا الأول عواص. نرجع إلى طبعا هذه الصورة اللي تشوفوها اليوم، هو اليوم هو 17 من شهر آذار، اليوم أكمل أبونا 6 أشهر، توفى يوم 17 سبتمبر الله يرحمه. فكتبت ذكراك عطرة يا أبا المهجرين والخادم الأمين والأب الحنون والراعي الصالح، كنت أمينا على القليل فنم قرير العين في أحضان إبراهيم آمين. الله يرحمك يا أبونا عمانويل. نرجع إلى موضوعنا أحبائي اللي هو الكرازة، وكنا قد تحدثنا عن الكرازة، و سألوا بعض المؤمنين المشاهدين عن وين نشوف هذه الحلقات، قلت افتحوا اليوتيوب واكتبوا باللغة العربية أبرشية الموصل السريانية، أو باللغة الإنجليزية اكتبوا Father George البنا. أيضا موضوعنا اليوم هو الكرازة والتبشير في أبرشية الموصل السريانية. ديانتنا مبنية على التبشير والكرازة، يسوع كان كارز، الرسل انتشروا في بقاع العالم كانوا كارزين. بما أنه نحن نحكي على أبرشية الموصل السريانية، فهون نركز على ما موجود في أبرشيتنا. البطريرك فران برسوم سمعنا صوته اليوم، أيضا يعقوب الثالث وزكى الأول عواص سمعنا أصواتهم، المطارنة المشهورين بهنام سمرتشي، توما قصير، بولس بهنام، صليبة شمعون وجميع الكهنة. هذا هو البطريرك الياس الثالث، وهذا أفرام برصوم، وهذا يعقوب الثالث، وهذا زكى عواص. هوني تجينا صورة الواعظ الكبير المطران بولس بهنام الله يرحمه، واعظ أيضا وكارز من الطراز الأول. وهوني عندنا واعظ آخر وكارز رائع هو المطران صليبة شمعون أيضا. طبعا الكرازة ما فقط هي كلام، وقد تكون كتابة أيضا. هذا هو كتاب ألفتونه أنا، علم الكرازة والوعظ،
بشارة وكالة شهادة إعلان سلوك وتعليم. نشكر الله قداسة المثلث الرحمة إغناطيوس زكا الأول عواص كتب مقدمته وجعله أحد الكتب التي يدرس في الكلية الكليريكية في موضوع علم الكرازة والوعظ. وهذا كتاب آخر وضعناه أنا وأخوتي، نحن الأربع إخوة الكهنة، تعزياتك تلذذ نفسي، فيه الكثير من المواعظ. أحبائي، هذه أبرشيتنا، أبرشية السريانية. أعمال الأبرشية بها مبنية على الكرازة، فهناك مواهب عديدة إلى المؤمنين، وقال يسوع تنافسوا في المواهب وأنا أريكم طريق أفضل. فالمواهب العديدة هي اللي تصنع المؤمنين. فنبدي بالأم. الأم بالبيت هي أكبر مبشرة وواعظة لأولاده وبناته، هي اللي تبدي تعطي تعاليم الرب الأولاد وبناته، وبعدين من يكبرون الأطفال يجون إلى الكنيسة. الله يرحمها القدوسة، حكينا عنها كثير، كانت من أولى الواعظات الكارزات بالتبشير، تعلم الأطفال. أيضا مدارسنا مارتوما، الأرثوذكس، التهذيب، المعلمين، المعلمات، الكهنة، أساتذة الدين، جميع هؤلاء مراكز وعظ وتبشير ومبشرين، هم دورات التدريب ومراكز التعليم المسيحي، مدارس الأحد، الندوات على مدى القرن العشرين، الشبيبة، ساندي سكول، الكليات والمعاهد الكليريكية، جميع هذه هي مراكز تبشير وخطوات تبشير في الكنيسة. أكو نقطة أريد أقل لكم عليها. مرينا بفترة قاموا بعض المؤمنين يقعون بخطأ، فبس يشوفون المبشر أو واحد يحكي بالكتاب المقدس يقولون هذا بروتستانتي. يابا هي التبشير والوعظ والكرازة ما بس للبروتستانت. أصلا البروتستانت ظهروا سنة 1600 ميلادية بالقرن السابع عشر، ما كانوا قبل هذا الوقت. كنائسنا الرسولية جميعا بآباء هم الذين بشروا من الرسل وبعده ونشروا بشارة الخلاص بالعالم. فعد ما يظهر ناس بال 1600 وأكثر وباسم بروتستانت ويمسكون الكتاب المقدس وينزلون على الشارع ويبعثون بعثات تبشيرية، ما يعني أنه المبشر هو بروتستانتي. فهذا الاعتقاد هو خاطئ. نحن كمبشرين بالكنيسة محبتنا عظيمة للعذراء مريم أم الله ثيوتوكس، والعذرة هذه اللي انتقلت إلى السماء، هذا إيماننا وهذا تبشيرنا. فمن أمسك كتاب مقدس وأنزل على الشارع وأحكي بالعذرة مريم وأحكي بكنيستي السريانية الأرثوذكسية وأحكي بالكنائس الرسولية وكيف الرسل نشروا بشارة الخلاص، ما يعني أنا بروتستانتي. هاي شوية اللي ما فهميها خلي يفهموها ويصلحوها. لكن واحد من كنيستنا يبدي يبشر تخلوا له يعني نوع من علامات أو أوصاف. نحن نعتز بسريانيتنا، نعتز بكنيستنا السريانية، نعتز بالعذراء مريم، ونحن نبشر العالم ونبشر البروتستانت ونبشر كل الدنيا بقيمنا في الكنائس الرسولية. أيضا أنتم المشاهدين صرتم مبشرين، كل واحد عنده فيسبوك اليوم
وينشر آيات من الكتاب المقدس، صار مبشر. أنتم كي تعرضون فيديوهات، كي تعرضون آيات، أنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يصلني بين 20 و30 إعلان من الكتاب المقدس. طبعاً لأن عندي حوالي 5000 صديق، فريند 5000، فكل يوم يصلني إعلانات، لكن ما أخفي عليكم ما أقدر أتعامل معاهم. ينراد لي أقعد من الصبح للمساء، كل شيء ما أعمل، حتى لهذا أكتب لايك ولهذا أعمل شير وإلى آخره. لكن أبارك كل من يعمل هذا العمل، وبعض الأحيان يصلني أشياء أستخدمها أنا في الوعظ والتبشير. كل هالمقدمة هي أيضا حتى أقل لكم بأبرشياتنا ظهر مبشرين علمانيين، أيضا علمانيين، ما شرط يكون قس، ما شرط يكون راهب. فهذول العلمانيين قسم منهم شمامي، راح نلتقي بواحد من هذول العلمانيين المبشرين، وراح أحاول أتصل بينه، اللي هو أخونا العزيز هلال بابلوس. هلال مبشر معروف من الموصل، من أبرشيتنا. هذا الصوت، هذا الصوت عالي شوية، راح أنا وطينه وكي أدق على هلال بابلوس. وحصلنا هلال بابلوس، وأقول لك يا هلال أهلا وسهلا بعزيزنا الغالي المبشر المسيحي والشماس في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الموصل وفي السويد. أرحب بيك يا هلال، تفضل أنت على الهواء. تحياتي، مساء الخير، بارك مور أبونا، أشكرك، أشكر هذه المحادثة وهذا اللقاء الرائع الذي جعلتنا أن نلتقي بعد مدة طويلة من الخدمة والكرازة في كنيستنا العزيزة السريانية الأرثوذكسية في الموصل. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الباث، وأشكر كل الأتعاب التي أنت تعملها لأجل مجد يسوع. الله يبارك بيك هلال. باختصار قل لي حياتك الأولية بالموصل، وين ولدت، وين تعمدت، كنيستك، بيتكم، إلى آخره، تفضل. نعم طبعا، أنا من مواليد الموصل، من منطقة اسمها محلة النصر القيصري، ولدت من عائلة مسيحية سريانية أرثوذكسية، وكانت العائلة تحب الرب بشكل عظيم. درست وكملت دراستي في مدارس الابتدائية في مدرسة المعمود اللي قريبة من بيتنا كانت، وفي متوسط الضواحي وعدادية المستقبل. طبعا قبل هذه الفترة تعمدت في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية، وأنا فخور بها كمعمودية رائعة، إنه تمثل الإيمان الصحيح أو الحليب الراسخ اللي رضعناه منه. كملت دراستي بعد ذلك في جامعة الموصل، وتخرجت في سنة 78 في قسم علوم الأرض. وأتذكرك أبونا يوم كنت تدرس الماجستير وأنا أعتقد في صف الأول أو الثاني في الكلية، كنت تجي على الكلية تفتح باب المختبر، نحن ننهي محاضراتنا، أنت تبدأ العمل المسائي في تحضير البحوث مالك. تمام نعم، وأنا كنت أحسدك، أقول يا با شكد حلو واحد يدرس ويكمل الدراسة، وعندنا أخ عزيز وشماس رائع في كنيستنا جورج إستيفان البنا. أنا كنت كلش فرحان بأن أشوف شماس وخادم للرب ويكمل دراسته العليا. الله يحفظك يا هلال. هلال، انرسمت شماس بكنيستنا السريانية الأرثوذكسية في أبرشية الموصل السريانية. منو رسمك؟ منو رسمك؟
وأيضا أريد تحكي لي على مشاركاتك الروحية في الندوات وفي خدمة الكنيسة والقداديس، تفضل. أنا كان عندي شوق كبير من بداية وجودي في كنيستنا، كنت أقرأ رسالة بولس الرسول في كنيسة طاهرة الخارجية قبل أن أرسم شماس، وكان سيدنا صليب الله يذكره بالخير طيب الذكر معلمي ومرشدي وأبوي الروحي، كان يشجعني ويقول لي اقرأ الرسالة. وكان في نفس الوقت بعد ما رسمت شماس هذه، انه استدعاني ابونا سيدنا قال لي روح اتدرب عند ابونا خوري اسحاق حتى نرسمك شماس. فكنت اروح على القلعه واتدرب على الطقس القداس الالهي، وتعلمت من خلال معلمي ابونا الخوري اسحاق الله يرحمه الله يذكره بالخير في ملكوت السماوي هسه. بعدين خبرني قال لي هلال انا راح ارسمك شماس القبتين سيدنا صلي. قلت له ليه؟ قال لا انت من الاكفاء، انت من المميزين عندي وانت من المقربين. باي شهر كان؟ يمكن بالصيف. مع الاسف انه السيدي اللي عندي انا مال شمامسه حاولت ان الفيديو حاولت انقله الى السيدي لكن دواعش ضاع، اخذونه دواعش وما عرف تلفونه وما عرف اسوي به. المهم رسمت شماس في دياقنو في كنيستنا السريانيه الارثوذكسيه في الموصل على كنيسة مار أفرام اللي عزيزة على قلبي، وسيدنا مار غريغوريوس صليب شمعون جزيل الاحترام هو الذي سمي شماس في تلك الكنيسة. ومشاركاتك في مشاركتي أول ما بدأت كمشاركات كتعليم التربية الدينية للأطفال، بالحقيقة بدأت في كنيسة الطاهرة الخارجية، وكان معي شماس الصفاء نيسكو وهالة تنو وزهير توزة قبل ما يرسم الآن أبونا المحترم داود في بريطانيا والله يرحمه، عامر وزهير، عامر اسكندر اللي بعدين رسم قبل ما يرسم قش، وزهير العفو ورافع بن الطويل ولوقا شمعون لوقا متي. فكانوا هؤلاء الجروب اللي احنا كنا نخدم في كنيسة الطاهرة الخارجية بالبداية كتعليم مسيحي في تعليم الابتدائية والمتوسطة ونعلمهم الترانيم. بعدين بدينا عملية فتح ندوات تثقيفية وتعليمية شرح للكتاب المقدس، كان نسميها ندوة الخميس في الطاهرة في كنيسة الطاهرة الخارجية، وكان يحضرها أبانا الكهنة أبونا توما أبونا هادي وأبونا وسيدنا صليب الله يذكرهم واللي مات الله يرحمه، فكانوا يشاركون بهذه الاحتفالات وهذه الندوات وهذه الفعاليات المتميزة، وكانوا كثير من الناس يجون يسمعون ويشاركون بالمسابقات التي قدمها. شاركت في تأسيس أول خدمة قبل أسبوع، شفتوا كانت صلاة للمرحوم نسهل عباسة، فذكرتني بنته قالت لي البذرة اللي زرعتها في كنيستنا نشوفها أسع موجودة هون قدامك. جوقة التراتين اللي بديته أول من أسس جوقة الترانيم قالت لي أنت اللي بديت بينا وأنت اللي جهزتنا بالسيديات وأنت اللي شجعتنا وأنت العمل هذا، ونشوف ما شاء الله أصبحوا نساء وبنات يشاركون ومستمرين. قلت لهم الرب يبارككم واستمروا لخدمة الرب وعمل الرب. الله يبارك بيك، الله يبارك بيك يا هلال. أكيد مشاركاتك كثيرة لكن ما راح أخليك تحكي لي كلتها، لأنه عندي أسئلة كثيرة والمشاركين المؤمنين كينتظرون تجاوب على الأسئلة اللي راح أسألها. عزيزي شماس هلال، أنت عرفناك ما بس فقط شماس بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، عرفناك بمحبتك للعذراء مريم وإيمانك بالعقيدة السريانية الأرثوذكسية، بنفس الوقت عرفناك كمبشر، ما مبشر مثلنا نحن الكهنة والمطارنة والبطاركة، أنت عرفناك مبشر بالموصل، بيدك كتب مقدسة توزع،
مستعد تقف بالشارع وتحكي عن يسوع، تروح من بيت إلى بيت حتى تبشر بالمسيح يسوع. فكان عندك جرأة عظيمة جدا جدا، وأنا كنت أشعر وما زلت أشعر أن الروح القدس يعمل بداخلك. حبيبي أريد تحكي لي أشون بدت عندك فكرة التبشير بين الناس؟ تفضل. بالحقيقة أنا أساسا لي صف الثالث جامعة ما كنت قريت الكتاب المقدس، وصلت إلى مرحلة من الصعبة في حياتي، بحثت عن مثل ما يقول نشيد، بحثت عن من تحبه نفسي، بحثت عنه فلم أجده، لكنني وجدته عندما التقيت سيف صليبة الله يذكره، وطلبت منه إنجيل عهد جديد. فطعاني قال لي ابني ما عندنا عهد قديم وجديد، عندي عهد جديد النوع الباندك. لأول مرة أنا أقرأ إنجيل في حياتي، صف ثالث جامعة يا عالم. ومع أنه في المتوسطة إحنا كان عندنا كتاب المزامير بالبيت، وكان ما نقطة تشتغل، كل ما تنطفي أشق ورقة من الدفتر اللي ما أعرف إيش اسمه وأعلق الحمام، هو كتاب المزامير. إنه في المرة الثانية انحفظت الإصحاحات كلها، انحفظت الآيات، حتى سيدنا صليب الله يذكره بالخير قال لي أنت حافظ أكثر ما نحفظ، أكثر ما نحفظ. وبدت استمرت عملية القراءة إلى فد يوم التقيت مع سيدنا. نحن كالعادة إنه كنيستنا محبتنا لمريم العذراء، وجودنا في كنيسة الطاهرة خارجية على الدوام وفي احتفالاتنا، دخلت إلى الكنيسة الله يرحمه أبونا عيسى في الغرفة اللي في الكنيسة، كان قاعد سيدنا وكان مجموعة من الشباب قاعدين. فسيدنا صليبة قال لي شماس أعرفك على الشباب جمعية الكتاب المقدس. كان سليم قبعين ونبيل وتوم هوغلاند ولوسيانا العقاد اللي هو مدير الجمعية من لبنان. قلت له نعم أهلا وسهلا بهم. قال لي أطلب منا خدمة توصليهم إلى الشيخ متي، لأنه هذول جياي غرباء سوا حتى يشوفون الدير. قلت لهم دللوا، هاي سيارتي كان عندي رينو 74 بذاك الوقت. فأخذتهم سيارتي وديتهم إلى الشيخ متي، وطورت العلاقة وبدت الأديرة، وبدينا عملية خدمة فعلية. فكانوا لمن يقعدون وياي بالسيارة كانوا كنت أسمعهم إصحاحات من الإنجيل بدون استماع للراديو. حتى الأخ لوسيان العقاد الله يرحمه مات، قال لي هلال الرب عنده خطة عظيمة ومدهشة في حياتك، أنت حافظ الإنجيل أكثر ما أنا حافظه. وبدت عملية عندما كنت في الجيش، كان عندي الوقت الكافي أنه بدل ما أروح للتلفزيون وأنظر إلى المباراة لكرة القدم في تلك الفترة سنة 82-83، كنت أقرأ الإنجيل وأكتب الآيات وأحفظها، أقرأ وأكتب وأحفظ، أقرأ وأكتب وأستمر، إلى أن رسخت في دماغي. حالياً وصلنا إلى مرحلة بحيث كل سنة أقرأ الإنجيل باللغة العربية وبالإنجليزية، وصلنا بالكامل عهد القديم والجديد. وتتذكر في اليوم أبونا أنت لما عملت لنا حفلة في النادي الثقافي الاجتماعي وطلعت 3 كابولات بالخمسينات وستينات وسبعينات من الأعمار، وقلت من عنده سؤال يسأله، رفعت ايدي قلت تفضل شماس هلال. جيتوا علي قلت له أنت كم مرة قرأت الإنجيل؟ قال لي ولا مرة. قلت له أنت كم مرة؟ قال لي أنا صفحتونه. قلت له وأنت؟ قال لي بعد 9 ما خلصتونه. تتذكر تمام. ومن هون بدت عملية الخدمة والتبشير في حياتي. عندما بدأت أحفظ الأناجيل شعرت أنه فد شيء في داخلي وروح الرب يكلمني بأنه أتكلم. ولما كانوا الناس يطلبون الإنجيل في أي مكان، في قرقوش وفي بحشيقة وفي بحزاني، لم أتردد على الإطلاق أن أوصل له هذا الإنجيل مجانا حتى يقرأ ويتعلم ويثقف ويستمر في خدمة الرب. الله يحفظك يا هلال. شماس هلال، من بديت هذا البرنامج هذه الحلقة بالبداية قلت أنه نحن الكارزين نقف بداخل الكنيسة ونلقي موعظة، لكن أكو تبشير ووعظ ميداني اللي هو عندما هذا الكارز والواعظ ينتشر بين الناس يروح إلى بيوتهم ينزل على الشارع. فأريد أسألك، أريد تعطيني أي نماذج من أساليب التبشير الميداني أنت استخدمت بحياتك خلال 40 سنة الماضية؟
تفضل. نعم طبعا، في البداية قبل ما أستخدم أساليب التبشير يجب أن أتعرف، أن أفهم الكتاب المقدس بكل ما موجود منه حتى أقدر أن أجاوب عن كل سؤال ينطرح وكل فكرة بنطرح حتى أقدر أن أوصلها للإنسان المقابل. وبعدين بالبداية درست الكتاب المقدس في كلية اللاهوت البريطانية، ودرسته عند سيدنا جورج صليبا، ودرسته عند كابس كروسيد، ودرسته في هاجاي، معاهد هاجاي في قبرص. كل هذه أضافت لي معرفة عظيمة كيف أقدر أن أوصل رسالة المسيح. رسالة المسيح تصل عن طريق شيء بسيط جدا، هو أنه نحب الإنسان المقابلنا، أنه نعمل جسر بيني وبينه، أنه نقدم الرسالة بشكل بسيط وندع النتائج على الروح القدس. مو أنه نجي نتهجم على عقيدته وعلى الدين وعلى نبيه وعلى مفاهيمه، لا، يجب علينا أن نحب هذا الإنسان. يعني أذكر لك مثل في إحدى الوسائل اللي أستخدمها، مثلا كنت أستخدم المبادئ الروحية الأربعة Four Spiritual Laws، هوني بالسويدي سموه يسوع المسيح جاء من أجل خلاصنا وإلى ذلك. فاليوم التقيت وكنت من ضمن المسائل العملية في الكلية اللي كنت أتدرب عليها، التقيت بشخص مسلم في جامعة لبنانية رأس بيروت، فجيت أكلمه، عملت سيرفين يعني إحصاء شلون نسوي، جيت عندي ورقة وقلم ودفتر، أهلا مرحبا شلونك، أنا اسمي هلال، أنا من العراق، أنا أدرس في كلية اللاهوت وأحب أن أتواصل معك وأشوف رأيك عن موضوع اسمه المحبة. شنو رأيك بالمحبة؟ شيء حلو المحبة، من هو أقدم من قدم المحبة للعالم؟ يقول لي مثلا المسيح او احد الانبياء او احد المفكرين. ارجع اساله شنو رايك بالمسيح اللي قدم المحبه؟ قال لي زين، شنو رايك تتعرف اكثر عن المسيح؟ فنقعد ونحكي له عن المسيح بشكل بسيط، عن طريق كتيب بسيط يوضح له كيف نقدر ان نحصل على الخلاص من خلال يسوع المسيح. بالإضافة إلى ذلك زيارة البيوت المتعددة والعوائل، فكنا نشارك. يمكن تتذكر الله يذكره بالخير أبونا يوسف كان يشجعني لما كنا نزور ندخل للتعازي في قاعات الكنائس ونتكلم، بدل ما الناس تسولف وتحكي مسائل عالمية نحول الحكي إلى الخلاص والحياة الأبدية في المسيح. الله يذكره بالخير، الله يرحمه، دكتور وسام اللي كان الله يرحمه دكتور في كلية الكيمياء، يعني أذكره كان يقول لي عافية عليك عافية عليك شماس، أنت أول من زرع هذه البذرة بالكرازة والتبشير بكلمة الرب في البيوت. وفي إحدى المرات في بغداد سيدنا سبريوس حاول الله يذكره بالخير يقلم للعالم ويقول له الهلال بابلوس خلي يحكي لك من الإنجيل بالتعازي. بعدين هذه الفكرة، بالإضافة إلى ذلك أثناء شغلي في محل في الصناعة فكنت ألتقي مع ناس كثيرين وجوارين كانوا معظمهم إسلام، يعني الله يذكرهم على فارس فيتر، فاليوم كنت أنا وقت الفراغ قد أقرأ الإنجيل فيتحمشون بي، شنو هذا الكتاب؟ تعال قد يمي حتى أقول لك شنو هذا الكتاب؟ هذا اسمه العهد الجديد الكتاب المقدس، واللي عم تقرأ له هو رسالة بولس الرسول، وبولس الرسول هو أحد الخدام الوعاظ الذين نشروا كلمة المسيح. تحب تتعرف على بولس؟ قال لي أعرفك وأقرأ لك شيء من رسالة بولس إلى روميا وأحكي لك عن المسيح. فالناس تسمع، الناس عند أذان، صدقني جيراننا بالصناعة كلهم إسلام وكلنا تعرفوا على المسيح من خلال ما ألتقي بهم. بالإضافة إلى الرزنامات، 30,000 رزنامة سنويا أوزع في الموصل وضواحي الموصل من القرى، ماكو محل، ماكو دكان، ماكو شركة، ماكو شخص، كل ما تجي يقولوا لي هلال أشعر رزنامات ما جبت لنا يا سني، والرزنامة لو تجي تقراها خلفها أكو رسالة خلاص من الإنجيل كاملة، فكانوا يحبون أن يسمعون وأن يتعرفوا. صدق كانوا ناس طيبين، كانوا ناس خيرين، كانوا ناس يحبون أن يسمعون بدون أي مناقشات حادة، بدون أن تدخل في لاهوتيات وفي في مسائل عنف أو في مسائل أنه أجرح مشاعرهم أو أجرح نبيهم، لا بالعكس،
كنت احبهم ويحبونا وعشنا معاهم بهذه الطريقه، وقدرنا ان نوصل رساله التسامح، رساله المسيح عن هذه المحبه. احنا ما ممكن ان نوصل رساله المسيح بالعنف، لازم نوصلها بالمحبه، واساليب كثيره كنا نستخدمها لكي نصل الى قلوب الناس وافكار الناس من خلال قراءه الانجيل. اهم شيء الانجيل، توزيع الاناجيل، وزعنا ما يقارب مئات الالاف من العهد الجديد. كنيستنا كانت مصدر، كنيستنا السريانية الأرثوذكسية معروف عام كانت هي المخزن، المصدر، الكراتين، كانت جميع الكتاب المقدس تبعث لنا عشرات الآلاف من الكتب، ومن خلال هذه الكنيسة كانت تنتشر كلمة المسيح إلى كل الكنائس وإلى كل الأديرة وإلى كل، يعني أنا حددتها 50 مركز ديني أنا زيره متعامل معه، مطارين قرمو وبني ومطران جورجس ومطارين الحاضرين، كل ما تعاملتوا معهم بروح المحبه ووصلتوني من الاناجيل الى الكنائسهم. هذاك اليوم بدي اشوف احكي ويا شاب توم هوغلاند اللي كان في جمعيه الكتاب، قلت له نشيل الكراتين على ظهرنا ونفوتها بالميدان للكنائس ونوصل بها للبيت. نتطرق الى اي مركز ديني مسيحي وكل من يحتاج إلى كلمة المسيح. كلام 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 حلو كثير ورائع. نقطة إنه كنا نوصل الرسالة مرة واحدة على الشيخان ويا هدى شماسة، هدى اصطفان البنا الله يذكرها بالخير، اللي هي أختي، هاي أختي أوجه لها تحية. الرسالات ومجلات التلوين والكتب إلى الكنيسة الآثورية في الشيخان في عسفني كانت معاي، كان لها خدمة فعالة في هذا العمل وكانت تشجعني هالأخت العظيمة الله يحفظها. نوجه لها تحية، اليوم اسمها يوستينا، تخدم بالدير المرقسي، وهي الأخرى تبشر بالمسيح يسوع. عزيزي آمين. هلال، بالموصل ببرشيتنا ما كان عندنا نظام برامج تلفزيونية تبشيرية، وما كان اكو بذاك الوقت فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. من جيت للسويد اكيد قمت تستخدم كل هذه الوسائل، فارجو ان تحكي لي هل قدمت برامج تلفزيونية، شاركت في برامج تلفزيونية؟ تفضل. نعم، بالبداية اول ما دخلت السويد، اول يوم ثاني يوم بديت ابشر بالمسيح، عندما تعرفت على اخ، أنا أشكر الأخت نبيلة أم أياد اللي احتضنتني بالسويد، واللي كان سكني قريب من كنيسة سويدية اللي شجعني أكثر. نعم. فبدأت بالخدمة في هذه الكنائس السويدية الإنجليكانية، نعم، كنائس سويدية كاثوليكية بروتستانتية. فهذه الكنائس كان عندها خدمة، هي خدمة توزيع المساعدات الغذائية ومساعدات الإنسانية لذول الفقراء والمحتاجين والكحولس. فأنا قلت لهم نحن ما كفاية أن نطعم الخبز، لا، علينا نطعم كلمة الروح، لأنه الكلمة ضرورية لذول الناس حتى تغير حياتهم. قال لي آمين. القائد ما نقل شون، قلت له أنا أبدأ بهذا العمل. فأسست خدمة كرازية في هذه الكنائس السويدية لمدة 3 سنين، كنت أوزع الشاي والقهوة والسندويشات والفواكه مجانا، وبالإضافة كل شخص يجي يشرب فنجان قهوة أقول له هذا القهوة من عند يسوع، تعرف يسوع، وكنت أحضنهم وأبوسهم وأحبهم، أقول له لأن يسوع مات من أجلك على الصليب، هو دفع ثمن هاي القهوة اللي أنت حتشربها مجانا. فبدأت من هذاك العمل، وكتبت عني 5 جرائد سويدية، لقاءات مع 5 جرائد سويدية. ليش أنت تقف بالشارع وتبشر وفرحان؟ واحدة الجرائد تقول لي كل ما نشاهد بالرغم من أنه درجة الحرارة ناقص 17، أنت فرحان والابتسامة على وجهك، ويقف من الساعة 10 لساعة ثالثة تبشر وتوزع كل هذول الناس. كانوا الناس خاطرين يجون يتريقون ويتغدون عندي، وفي كل محبة بديتوا هذه الخدمة، وأنا حبيتهم بشكل. استمريت في هذا العمل إلى أنه بدأت، جئت إلى سوليتاريا وسكنت في منطقة سوليتاريا اللي هي مركز السريان تقريبا في ستوكهولم. بدأنا عمل خدمة أخرى من خلال الشارع،
اولا توزيع النبذ، توزيع الكتب، توزيع الاماكن، وهذه لاول مره، لاول مره تحدث في السويد. انا مرات افكر اقول من اللي كان يخدم قبل 10 سنين في السويد؟ اتذكر امراه وعدي سويديه كانت تخدم لكن ما تعرف توعى، فكنت انا اساعدها بالوعظ بالانجليزي واساعدها بالوعظ بالعربي، اسمها بريكيتا. وهذه الامراه خدمت معاها لكل السويد من شمال كيرونا الى مالمو، 1600 كيلومتر، كل المناطق زرناها ومبشر بها في ساعاتها وفي كل المناطق وفي كل المدن. حتى عملنا خدمه، زرنا بها اوروبا، زرنا بها ايطاليا وبلجيكا وفرنسا وتشيك، زرنا بها كل اوروبا بباص، سميناه باص جيروزاليم از ذا كابيتال سيتي اوف جيزس. في هذا الباس كنا نحن 10، 4 رياجيل وست نسوان، ننزل نخدم نرتب. حتى في الاتحاد الاوروبي، تحت الاتحاد الاوروبي انا القيت كلمه كرازيه وكراهه للانجيل في هذه المدينه. وكانوا يصورون وكانوا يسمحون في الفاتيكان ايضا، رحنا وتكلمنا عن المسيح وبشرنا. في سيريولو ساد، هذا الاستاذ دكتور قال لي ممكن نسجل برامج؟ قلت له ممكن. فبدانا بتسجيل دكتور الياس شماس في الكنيسه، اساسا شماس انجيلي قبل اسبوعين. فبدات في تاسيس برنامج سميتونه ابطال الايمان في الكتاب المقدس، اتليثوس اوف فيث. وهذا البرنامج كان عباره عن نحكي عن حياة رجال الله، بديته من إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهوشع وإليشع وموسى، ومسجل هذا البرنامج على اليوتيوب. إذا أي واحد يفتح اليوتيوب يشوف، اكتب هلال بابا ألوس، راح تشوف. ما أريد أقول لك ما تحتاج إلى الإنجيل حتى تقرأه، بس أقول لك روح شوف البرامج وأضف كل نقطة مهمة اللي أنت ببالك راح تشوفها أنه كان حكيتوها. حكيتوا عن الاناجيل 4، حكيتوا عن القيامه في العهد القديم والعهد الجديد ورسائل يوحنا. المهم 30 حلقه سجلتوا في هذه القناه الرائعه السريانيه الارثوذكسيه. سجلت حلقه وحدي عن العيد الميلاد في الكنيسه في قناه سوريولا تي في وليس سوريولا سات. نعم. وهكذا من الرجل انا كان بدي ان اكمل تسجيل واتكلم عن ابطال الايمان، ليس الرجال بل نساء الكتاب المقدس ايضا كان لهم دور في الكتاب المقدس. استمرينا في العمل واستمرينا في الخدمه واستمرينا في التبشير، والى هذا اليوم لا زلنا عندنا خدمه في داخل سيديتاريا، توزيع الاناجيل، توزيع النبذ، توزيع المساعدات الانسانيه الغذائيه للمحتاجين من خلال اسم يسوع المسيح. أقلم، ما أريد أي واحد يقول هلال يوزع، أقلم هذه نعمة من عند الرب يسوع، صلوا من أجل برعوا بها، صلوا من أجلنا حتى نكمل هذه الرسالة وهذه الخدمة، لأن هذه هي رسالة المسيح، لأن يسوع قال كنت جوعان فأطعمتموني، عريان كسوتموني، عطشان سقيتموني. هذا الشيء اللي قالوا نحن نعمله بهؤلاء الأخوة الصغار المحتاجين اللي تعرف كثير من الناس اليوم في السويد إما ما عنده إقامة، وإما حتى لو عنده إقامة لإنكم ماله الدخل كلش محدود. فهذا يطلع من المدرسة يدخل مدرسة أخرى كورشات، يعني يصرف 8 ساعات يحتاج إلى أكل. فبدل ما يروح يدفع له 30 كرون 40 كرون يتغدى، يجي يتغدى عند يسوع من خلال هلال بابلوس مجانا، يشرب القهوة وياخذ تفاح وياخذ موز. وهو جدا يدعي لنا ويشكرنا على هذا العمل اللي نقوم به. بالاضافه الى ذلك نعطيه نبذه، نعطيه انجيل. ما في يوم واحد سالني عن انجيل في السويد وقلت له ماكو، قلت له باي لغه تريده اجيب لك هو. بس قال لي عندك لو ما عندك، ما عندك خذ، تريد اجيب لك باللغه اللي انت تحكي بها. وانا جدا اكون سعيد وفرحان عندما اوصل رساله المسيح. وفي احدى المرات وكنت اعمل درس كتاب مقدس لاخواتنا السريان في هون في السوليتاريا في منطقه في ستوكهولم، فكانوا حوالي 20 امراه سريانيه، بدايه تعرفوا علي وبدأت اشرح لهم الانجيل. فاحدى الايام احد ابائنا الله يذكره بالخير ابونا شابو
قال له سيدنا بنيامين عطاس الجزيل الاحترام، قال له سيدنا أبو شعب روني يعلم الإنجيل البروتستانتي. فغشعني سيدنا بنيامين عطاس، قال لي إحدى المحاضرات أيضا كانت تعزية في نوشوري، قال لي تعال شماس، قال لي ما قال لي شماس العفو، قال لي تعال أنا أجيب أسلم عليه مبارك مون، من المفروض يعني محبتي لكل رجال الدين أنا أحبه. قال لي أنت منو قال لك تتعلم دين؟ منو قال لك تتعلم إنجيل؟ قلت له قبل كل شيء سيدنا بارك مور، أنا اسمي شماس هلال بارلوس، أنا شماس في كنيسة مارفران في الموصل سنة 86، أنا خريج كلية لاهوت فلان، وخريج كلية لاهوت كامبوس كريشيد ومدد رانيانيا وهاجاي انستيتيوت، وأنا أكرز بالإنجليزي والعربي من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى ذلك أنا جورج. ضحك عليه سيدنا بنيامين، قال لي شوف هذول قاعدين كلهم عندي خوارنا ما عندهم كفاءتك، ويا ريت تيجي تصير عندي قص. شماس هلال، شماس هلال عزيزي، نحن ككنيسة سريانية أرثوذكسية في أرشيف الموصل السريانية فخورين بيك وبتبشيرك، يهمنا جدا أن يكون واحد يسوع المسيح، نحن نحبك ونبارك بخدماتك. وقتنا قرب ينتهي، لكن أريد أقول لك بعد ما راح تحكي كلمتك الختامية راح أعرض الصور اللي بعثت لي، هي جميع الصور راح أعرضها، بعثت لي صور أنت تحمل الصليب وتمشي بالشوارع، بعثت لي صور بالتلفزيون، صور رسامتك مع المطارنة، كلها راح أعرضها. أريد تحكي لي كلمة ختامية نختم بها هذا اللقاء والرب يسوع يباركك، تفضل، عن أبرشية الموصل. عن أبرشية الموصل طبعا، اليوم تختلف الوضع، بالقرن العشرين كنا بالموصل واليوم طردونا من الموصل، تفضل. أنا أعتز جدا بكنيستي السريانية الأرثوذكسية، وأعتز بكنيستي مارفران في الموصل، جزء من حياتي. حتى يسألوني مرات هون يقولوا لي شنو رايك بالعيد؟ وين راح تعيدوني؟ قلت لهم صدقوا البيحة مثل اليوم، اليوم مثل غدا انا هوني. انا العيد بالنسبة لي بالسويد ما مثل العيد اللي اعيشه كنت بكنيستي. كان عندنا مجموعة من الشباب مصرعين، ابائنا، كان عندنا نظامنا، كان عندنا طقسنا الرائع، ترانيمنا، كنت اشعر حضوري في كنيسة حية. بالإضافة إلى ذلك أنا أشكر سيدنا صليبة ومارا غرويون صليبة شمعون اللي هو علمني واللي دربني واللي درسني، وأشكر كل الآباء الكهنة المحاضرين. كان عندنا الله يرحمه أبونا نويل صوته الرائع، كان عندنا خدمة عظيمة جدا في كنيسة الموصل. كنيستنا في السويد هي لا تقل، لكن ما تشعر بهذه المسائل التي إحنا بها، لأنه إحنا ككنيسة، أنا أعتز بكنيستي وأعتز بآبائي وأعتز بالخدام الذي خدمتهم معاه في كل مسيرة حياتي في الموصل، لأن كنيستي هي الأم، وهذه الكنيسة اللي رضعتني حليب الإيمان. ولا يمكن في يوم من الأيام أن يقولون هلال غير سرياني أرثوذكسي على الإطلاق، وهذا الشيء موجود وهذا الشيء معروف من خلال خدمتي، واليوم أنا مستمر في هذا العمل وفي هذه الخدمة. عملنا هو في كنيستنا أنه كان بالرغم من أنه كان عندنا خدمات محدودة، خدمات إنسانية وخدمات ترجع مواد غذائية، لكن خدمات الكرازة ونشر الكلمة في كنيستي السريانية الموجودة واستمرت لفترات طويلة وإلى هذا اليوم نحن نكمل. ولهذا أنا أشكر كل الآباء وأشكر كل من يسمع هذا البرنامج، وإذا عند أحد سؤال حول أي مسألة تتعلق بالخدمة والكرازة والتبشير، لأنه أريد أقل كلمة واحدة أخيرة، أنه أنت من السريان أول من حمل رسالة المسيح، أنت من السريان أول من بشر بالمسيح. تقصد نحن السريان هلال، تقصد نحن السريان، نحن السريان. اي انا ادعت من خلال اذا نحن السريان، وهذا الكلام انا قلته في سريان الساد،
في عده برامج من خلال التسجيل اللي تفتحها على اليوتيوب. احنا السريان اللي من حمد اللي نجي للعالم، مارو ناقص النوراني وتعاليمه، مارا فران، ابائنا البتاركه جميعهم كانت وعظاتهم من خلال الانجيل، ووصلوا رساله المسيح الى الاسلام ايضا. يعني نيافه المطران السابق الذي كان في بغداد، سيواريوس حاوى ولا بولس بهنان؟ قبل سيدنا زكي عواص، بولس بهنان. بولس بهنان مثال للكرازه والتبشير الذي جعل العائله واحده في الموصل مع الاسلام عندما كان يعظ، وكان يعظ من خلال الانجيل، والرساله وصلت، ومن خلال هذه الرساله وصلناها الى الهند، ومن خلال هذه الرساله وصلناها الى الجزيره العربيه، ومستمرين. لكن هاليوم انا اريد انه هذا النشاط يرجع مره ثانيه. مو كفايه ان نقف على المنابر ونتكلم، مو كفايه بان نهتم بالماديات والعالميات، علينا ان نهتم بالروحيات، ان نوصل رساله المسيح، لانه اليوم الكنيسه محتاجه الى شعب، الى قلوب. الرب يقول اعطيني قلبك، ما اريد فلوسك، ما اريد، يريد ناس تخلص. اليوم احنا مستعدين، وابائنا كملوا هذا العمل، وابائنا استمروا في هذا العمل، فنحن مستمرين في هذا العمل. يجب ان نقول وان نساعد المسيح. هذه هي امنتي، هذه هي رغبتي، هذه هي شوق قلبي لكنيستي السريانيه الارثوذكسيه الحبيبه العزيزه على قلبي، واللي امنا هي العذراء مريم اللي جعلت مننا جزء منا، واللي هي تشفع فينا وتهتم فينا. الله يبارك بيك. اشكرك. انا اشكر كل من قادني الى عمل الخدمه والكرازه والتبشير، وانا ما اعرف هذه قد تكون اراده الرب في حياتي، مثل ما قال بولس عندما اعلن في ابن الله، لم اذهب لاستشر دما ولا لحما، بل لكي اذهب واكرس به بين الامم. ممكن هذا هو عمل الرب في حياتي، وممكن هذه. طبعا بالمناسبه اكو شيء مهم ما ذكرتونه، زوجتي اللي كانت تتحمل المسؤولية في البيت، عفي عليك، شاركت بمؤتمرات، عفي عليك، شاركت شاركت بمسائل، تعرف كل شيء. أساعدت لي أنا مرتك، لكن لو كانت تتحمل وتتربي الأطفال، وأنا أسافر وأبشر وأكرز وأحضر مؤتمرات عالمية أقليمية من أجل كلمة يسوع. وكان لها تعب الفضل كثير معاني، لأنه المرأة الفاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. نوجه له تحية السمر فندقلي. الله يحفظك يا شماس، يا شماسنا العزيز. الله يحفظك ويبارك بيك، وأنا جدا فخور بيك وبخدمتك. أحبائي، نختم لقائنا مع عزيزنا المبشر هلال بابلوس، وبعرض الصور اللي بعث لنا هي. هلال بعث لنا هذه الصور، تفرجوا عليها. هلال يحمل الإنجيل في أحد المواقف ولابس أحمر ويبشر مع فريق آخر، وهوني يحمل الصليب الخشب الكبير هو ورفاقه في التبشير ويمشون بين الناس. صور رائعة جدا. هوني هلال بابلوس واقف مع نيافة الحبر الجليل مطران كندا أثناسيوس إيليا باهي مع راهب الكنيسة. فهلال شماس آفد يقنو، وهوني هلال واقف بكنيسة العذراء يتبارك بالعذراء مريم ويفتخر بها دائما، ويحكي في تبشيره عن العذراء مريم ودورها في الكنيسة السريانية. وهوني هلال واقف مع فريق العمل التلفزيوني بالسويد. نوجه تحية لكل هؤلاء الحاضرين في هذه الصورة، جميعهم عملوا وما زالوا يعملون من أجل
كنيستنا السريانية الأرثوذكسية في العالم، ينشرون بشارة الخلاص بشتى الوسائل. هذه كانت آخر صورة استلمتها من عزيزنا الغالي هلال. أحبائي أعزائي المشاهدين، بعض الأحيان يحصل أخطاء في الكلام، فمثلا بالحلقة الماضية من حكيته على كنيسة مار يوسف بموصل الجديدة، من قلته اتصلت في تورنتو كندا وحكيت مع متي وفادي عبو اليسي، أنا كنت أريد أقول حكيت مع فادي وكمال عبو اليسي. طبعا العم متي متوفي، عائلته بالسويد، نوجه تحية لعائلته، وأيضا أوجه تحية اليوم إلى أحبائي الأعزاء فادي وكمال. كمال هو الأخ الصغير في عائلة متي عبو اليسي أبو يوسف، أوجه له تحية، وتحية إلى فادي أيضا. أيضا بالكلام عن الشمامسة، حكيت عن المرحوم الشماس عبد الرحيم، وأيضا قلت أنه هو أبو رمزي، لكن هو أبو جنان وجنية، واللي أبو فائز هو الشماس بهنان. إن شاء الله راح نعمل لقاء قريبا مع ابن رمزي الدكتور المهندس في كاليفورنيا. في ختام هذا اللقاء، هذه الحلقة 32، أستودعكم الرب يسوع وأقول شلومو أحوبو، تحية سلام ومحبة بالرب يسوع المسيح. نلتقي يوم، راح نلتقي يوم السبت المقبل مع كنيسة قرقوش. تهيئوا لكنيسة قرقوش في الحلقة 3 من برنامجنا. أستودعكم الرب يسوع، وإلى اللقاء.